بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدي الكرام في كل مكان وين ما كنتوا، لقاء جديد من الصباحات السودانية، مشوار يومي نلتقيكم فيه عديد من الفقرات وعديد من الموضوعات. صباح أول أسبوع السبت 17 فبراير، أهلا ومرحبا بكم. صباح النور. صباح النور. صباح النور والجمال يا أخي. صباح النور. صباح النور. صباح النور. صباح النور والله. صباح النور. صباح النور. صباح النور. صباح النور. أهلا صباح النور. صباح العافية وصباح النور وصباح الزهور وصباح كل شيء جميل بالتأكيد في كل صباح، نلتقيكم من صباحاتنا السودانية. تفاعلوا معنا عبر الهاشتاج للصباح على الفيسبوك، التوظيف الأمثل للعطلة المدرسية والتوازن الترفيهي والأكاديمي لها، عشان ما نقدر برضو نعرض الهاشتاج في نهاية الحلقة. تفاعلوا معنا عبر الهاشتاج على الفيسبوك بداية، لكن خلونا نشوف حالة الطقس وأوقات الشروق والغروب في جميع ولايات السودان، من ثم نعود. عديد من الفقرات حاضرة لهذا الصباح. بداية في الملف الأول نتابع ملف الرياضة النسوية، ونتابع فيه حوار مع المتسابقة في أول فائزة بالمركز الأول على مستوى الفارسات السودانيات بالبطولة النسائية الدولية لالتقاط الأوتاد ريان إبراهيم، ونتابع أيضا كذلك في فقرة بروفايل الشاعر إسماعيل حسن، نتابع أيضا كذلك في الملف الثاني فقرة مبدع مع الفنان أحمد بركات، وكذلك أفكار الإيجار والأخبار الخاصة جدا وعديد من الفقرات. لكن نشاهد في هذه الفقرة حدث في مثل هذا اليوم، من ثم نعود.
عودة لكم من جديد. وحدث في مثل هذا اليوم 17 فبراير 82 ذكرى رحيل الفنان والشاعر الكبير فنان الشعر السوداني الشاعر المجيد إسماعيل حسن. لم يكن شاعرا فقط بل كان يروي تلك القصة، قصة التربال والمزارع القادم من شمال السودان. نتابع من خلال فقرة بروفايل ملامح وتفاصيل ومعلومات عن ذكرى الراحل المقيم الشاعر الكبير إسماعيل حسن، الذكرى 36. نتابع. في مثل هذا اليوم قبل 36 عاماً أغمض الشاعر الكبير إسماعيل حسن إغماضته الأخيرة بعد تجربة شعرية أضحت واحدة من العلامات الشعرية الكبيرة في السودان. كتب فيها للعاطفة: حبيناك من قلوبنا واخترناك يا حلو. وكتب لأمه: حد الزين. وكتب للسودان الكبير ولريحة ترابه: بلادي أنا. وديل أهلي، ديل أهلي البقيت في الدارة وسط الدارة، وتنبر وقول للدنيا كل الدنيا ديل أهلي، ديل أهلي البقيت في الدارة وسط الدارة، وتنبر وقول للدنيا كل الدنيا ديل أهلي. ولد الشاعر إسماعيل حسن بقرية اسمها أم درج ترقد على النيل بالولاية الشمالية في العام 1927. التحق باكرا بالخلوة وأكمل تعليمه الابتدائي بمدينتي الدويم وكورتي، ثم درس الزراعة بالقاهرة، وهو ما أهله ليكون فيما بعد خبيرا زراعيا. بدأ في كتابة الشعر باكراً وكتب أروع الأشعار العاطفية التي تحولت لأيقونات غنائية كبيرة حملتها العديد من حناجر المطربين السودانيين، أبرزهم محمد وردي، عبد العزيز محمد داود، والتاج مصطفى، وأحمد فرح، وغيرهم الكثير. لكن تجربته الأبرز كانت مع الفنان محمد وردي، وهي تجربة أثمرت جملة من الأغنيات الكبيرة مثل القمر بوبا وأسفاي وبعد إيه ولو بإيدي ونور العين وغيرها الكثير الكثير من الأغنيات. تتميز أشعار إسماعيل حسن بنزعات وجدانية وطنية عاطفية، وفيها احتفاء كبير بالإنسانية وبعاطفة الأمومة وكذلك بالريف السوداني، كما تميز بالقدرة على الإبانة والدهشة في الكتابة بالعامية والفصيحة، كما تميزت أشعاره بالاحتفاء بالوطن وريحته وترابه وإنسانه. أسهم الشاعر إسماعيل حسن في تأسيس العديد من الاتحادات الشعرية، فكان عضواً في اتحاد أدباء السودان، وعضواً باتحاد شعراء الأغنية، وعضواً باتحاد الفنانين، وصدر له 4 دواوين شعرية وهي ليالي الريف، وخواطر إنسان، وحد الزين، وريحة التراب، كما كتب العديد من المقالات في الصحف والمجلات. وحضارته الشمالية أيها الأحباب، يعني جمالة في كل شيء، سمحة في وديانة، سمحة في نخيلة، سمحة في نيلة، سمحة في ناسة، سمحة في بناته، في كل شيء، في طيبته، في أصول وأصالة، في فستان عمل. الرياضة النسوية، ونتعرف فيها اليوم مع الفارسة الريان من داخل الأستوديو، حوار حول تفاصيل فوزها
جائزة الفارسات السودانيات بالبطولة الدولية لالتقاط الأوداد اللي كانت بسلطنة عمان وبالعاصمة مسقط. مرحبا بك ريان، صباح النور. صباح الخير، كيف أخبارك؟ الحمد لله. جيتي بالحصان ولا جيتي براكب؟ لا جد بدنا حصان. طيب كويس. بداية ريان ألف ألف مبروك فوزك، وعاوزين نتعرف على البطولة أنت شاركت فيها، كانت في مسقط سلطنة عمان وفيها التفاصيل كانت كثيرة جدا، يا ريت لو عرفتنا عليها. كان في سلطنة عمان، كان في جزيرة اسمها جزيرة خصب، في شاطئ اسمه شاطئ بصة، المنطقة كانت جميلة شديد. البطولة كان بيكون زي المواعيد الساعة 2، البطولة كان منافسة بين 6 دول، جنوب أفريقيا وأستراليا ومصر والأردن وعمان نفسه والسودان. طيب من متى بدا الاستعداد للبطوله والتجهيز؟ انتم في نادي الفروسيه هنا معروف بتجهيزاتكم الكثيره جدا للبطولات اللي بتشاركوا فيها، لكن من متى انت بديت تحضري؟ ودي اول مشاركه لك ولا دي ثاني مشاركه خارج السودان؟ خارج السودان. دي اصلا اول بطوله نسائيه دوليه التقاط الاوتاد. دي اول مشاركه لك. طيب في البيت كده كان النقاش شنو معنى سلبيت انت ما رجع على اول بطوله وتشاركي، ومعروف انه الحصان شيء هين يعني كده. اول بطوله في التقاط الاوتاد؟ لا انا شاركت برا قبل كده. اها، بس اول بطوله لك في التقاط الاوتاد. طيب ناس البيت كان بيحفزوك كيف دائما لما تكوني مشاركه في اي بطوله او عندك بكره تمرين صعب او مسابقه صعبه او يعني ما شابه، يعني بيتكلموا معك كيف؟ والله طبعا امي وابوي اكثر اثنين بيشجعوني على موضوع الرياضه ده، وهي اساسا هي شجعتني من الاساس على موضوع الرياضه. مما انا صغيره هي كانت بتوديني الجمباز، وانا اصلا بلعب ريشه طايره، بلعب قوس وسهم، ما شاء الله بركب خيل، يعني كذا رياضه. ما كذا رياضه ما فارسه فقط. الحمد طيب مس البيت بسوقوك كان الانديه المختلفه دي، طيب مشاركاتك وتدريبك ركوب الخيل وما شابه من 200؟ ركوب الخيل والله بركب لي 11 سنه من بركب خيل، يعني من بدري. ف عندي مشاركات كثيرة في القفز على الحواجز. طيب. وعندي مشاركات في القدرة والتحمل. آخر منافسة في القدرة والتحمل كان جيت أولى أنا على الفرسان الباقين، يعني كان مشاركة أولاد وبنات يعني معنا. طيب عرفين عن المسابقات المختلفة، القدرة والتحمل، التقاط الأوتاد كده، المسابقات. طيب دي عرفين عليها. القدرة والتحمل بتكون في الصحراء دائما يعني. فمثلا أنت قبلها بيوم بتمشي مزرعة، بتبيت في المزرعة لحد الصباح. القدرة والتحمل المنافسة بتبدأ الساعة 5 صباحا. فالتجهيزات للقدرة بتكون من بدري، لأنه هي القدرة هي مسافات يعني، فأنت لازم تجهز من قبلها بثلاثة شهور عشان الحصان يتعود. لازم أهم حاجة نفس الحصان، وأهم حاجة أنت تتمرن اللياقة، كله بيتطلب منك حاجات كثيرة يعني، لازم أنت تجتهد من نفسك وتجتهد مع حصانك. طيب والتقاط الأوتاد؟ التقاط الأوتاد التمارين بتتم في النادي. التقاط الأوتاد يرجع الفضل للسيد الصادق، السيد الحبيب عبد الرحمن الصادق المهدي. يعني إحنا بنتمرن بخيله في التقاط الأوتاد، فهو يعني ما شاء الله عليه، هو أكتر زول بيشجع الرياضة دي بالذات للفارسات والسيدات، يعني هو أكتر زول بيشجعنا للحاجة دي. طيب عرفينا على المسابقه بتاعت التقاط الاوتاد. بنسمع انه السودان مميز جدا خصوصا في المسابقه دي، وعنده عديد من الميداليات واحرزها دوليا يعني كده. عرفينا على كيف يتم التنسيق، شكل اللعبه ذات نفسها، شكل الخيل اللي بيكون مسابقه، هو انواع معينه وكده، يعني عرفينا عليه. والله الخيل بيجيبوا خيل الشرطه قبل المنافسه باسبوعين ثلاثه، بيجهزوا الخيل، بيركبوا الفرسان هنا في النادي، واحنا برضو بنركب معهم. الخيل اسبوعين كده بتكون اتعودت على الميدان، اتعودت على الجو بتاع الميدان. بيجوا الدول لما تجي من برا بيجربوا الخيل، اول شيء بتحصل قرعه، بعد القرعه بعد ذاك بيحدد لاي زول انه حيركب يا حصان، بعد ذاك هم بيبدوا يجربوا الخيل. جربوا الخيل بيجي الافتتاح طوالي، بعد يوم تم الافتتاح ثاني يوم طوالي بتبدا المنافسه، اي زول بيركب الحصان اللي هو وقع له، يعني ما انت ما من حقك انك تبدل الحصان، قرعه وقعت لك حصان معين بتركب ما بتختارش الحصان. طيب هي التقاط الاوتاد هي بتتلعب عند مضرب معين؟ لا ما مضرب، التقاط الاوتاد بتتلعب بحربه وبسيف. يعني عندك دخلات بالحربه، بيكون جاري؟ ايوه بيكون جاري وبيكون شايل حربه. طيب في دخلات ارضي بس بيكون في وتد على الارض، انت لازم تاخذ الوتد ده، انت كده بتكون بالحربه ذات نفسها. ايوه بالحربه ذات نفسها، بتكون حسس على 6 نقاط.
إذا بس طلعته بس من الحفرة كده بيكون دي 4 نقاط، إذا هبشته كده نقطتين، إذا ما عملت حاجة زيرو. طيب من 200 السودان بيشارك في المسابقات دي، التقاط الأوتاد بالذات يعني؟ والله بالنسبة للفرسان بيشاركوا من بدري، لكن بالنسبة للبنات دي أول مشاركة. أول مشاركة للبنات السودانيات الفارسات، وأول بطولة أصلاً تقام للفارسات. وأحرزتوها أنتم؟ الحمد لله، جينا المركز الثالث إن شاء الله القادم أحلى إن شاء الله. طيب دي الميدالية؟ أي دي البرونزية مش؟ أي دي البرونزية. أي أنتم أحرزتوا المركز الثالث؟ الحمد لله. طيب ريان برضو نمشي شوية كده، يعني بالنسبة للبنات اللي بيكونوا مشاركات دائماً في ركوب الخيل أو بيحبوا يتعلموا الرياضة دي، لو حبينا ننصحهم كده من الأول ممكن نقول لهم شنو؟ والله يا أخي بالنسبة للخيل لكل مجتهد النصيب، لكن الواحد يعني يجتهد مع نفسه. الحصان ده يعني كائن ذكي شديد، يعني إذا أنت حبيته وكده هو بيكون عارفك وفهمك، بس أنت تواصل في التمرين، أهم حاجة المواصلة. واحد واصل في التمرين بيمشي لي قدام، يعني بيقولوا ما صعب. لا ما في حاجة صعبة، خاصة لو كل حاجة عايزة ممارسة. ما في حاجة صعبة، بس في كل في حاجة عايزة ممارسة. بالممارسة الواحد بيتقدم يعني. طيب كيف بتلقى انه علاقة الفارس بالفرس او بالحصان علاقة مميزة جدا، بيتم التعامل معه من سن باكر، كيف بتتدربوا على الحاجة دي؟ كويس، انت اذا عندك حصان ملكك بالذات دي الحاجة دي لملاك الخيل، يعني انت عندك حصان ملكك يعني بتكون بتركبه انت، مالكه انت، تمشي له في الاسطبل، بتجيب له الاكل، بتاكله انت، بكون عارفك وانت الوحيد اللي بتكون بتركبه، فالحصان ده بيكون متعود عليك وعارفك وكده، يعني التعامل معه بيكون سهل. ما حاجه صعبه يعني؟ ما صعب. طيب احيانا بتحصل اصابات، احيانا في خوف، في ذعر بيكون موجود ما بين المتدرب ذات نفسه على ركوب الخيل او المتدربه بالنسبه للرياضه النسويه والفرس ذات نفسه، الأشياء دي كيف بتم امتصاصها في سن مبكرة؟ لو في إصابات من بدري بتعرف تتعامل معها كيف؟ لو في خوف، لو في حذر؟ والله الإصابات يعني في حاجات بتحصل غدر، بس يعني الإصابات عموماً أيوة السقوط من الفارس، يعني هو الفارس إذا مهيأ ويعني سقط فده يعني حاجة من ربنا، يعني بيكون غدر من واقع. لكن إلا يعني أساساً أنت ما بتخش منافسات إلا أنت تكون مهيأ للحاجة دي. طيب يعني انت بتحتاج لتمارين كثير عشان انت تقدر تخش. بالنسبه للبنات الاصابات نوعا ما بتكون صعبه شويه يعني التعامل معها، شنو ابرز الاصابات اللي بتعرضوا لها النساء او البنات يعني في ركوب الخيل؟ والله معانا فارسه اسمها سلام، هي المفروض كان تسافر معانا سلطنه عمان تشارك في البطوله، لكن قبل السفر بيوم وقعت كسرت ايدها، الكسور بشكل اشكال مختلفه. طيب بتاخذ زمن عشان تجي ترجع تاني، هل بترجع بنفس اللياقه ولا بتحتاج تمارين جديده؟ بترجع شويه بس، بتحتاج شويه كده وبترجع تاني. طيب لما نتكلم عن الرياضه النسويه في ناس كتير بيقول لك والله يا اخي احيانا صعبه على النساء، خصوصا الرياضات فيها اللي محتاجه لياقه عاليه ومحتاجه مجهود كبير جدا، الحاجه دي صحيحه؟ لا والله انا بشوف انه يعني انا كفارسه ما في حاجه صعبه، ما في حاجه اسمها الولد بيقدر البنت ما بتقدر، اجتهدتي بتتقدمي. حاجه معروفه. طيب احنا في معانا هنا ميداليات، يا ريت لو عرفتينا عليها. انت فايزه بعدد الميداليات. ايوه. طيب اللي عندك دي اخر حاجه انت نلتيها اللي هي الميداليه البرونزيه. دي سلطنه عمان. سلطنه عمان والمركز الثالث. طيب دي شنو؟ عرفينا عليها. الاولى دي. شكلها كده في وحدات قدام كده. اي. طيب. انا بلعب بريشه طايره. طيب. دي تبع الريشه الطايره. كويس. كان بطوله برضه هنا في السودان، جيت المركز الاول. شيلين عندك كده عشان الكاميرا تشوف برضه معانا. طيب دي الاولى. دي الاولى اوكي. دي بطوله بنك فيصل. اها. بطوله الجمهوريه برضه تبع الريشه الطايره برضه جيت مركز اول. طيب عبي لهم على الكاميرا هناك. ايوه الكاميرا اللي قدامك هنا. اوكي. دي برضو تبع الريشة برضو. طيب. مركز أول الحمد لله. ثلاثة ميداليات في الريشة. دي كلها بطولات جمهورية تبع الريشة. طيب برضو مركز أول. طيب اللي عندنا هنا دي أنا أقرأ لك، دي مكتوب فيها الاتحاد السوداني للريشة الطائرة، برضو واضح إنه واحد من البطولات. طيب نشوف تاني هنا. دي كان في تونس قبل شهرين كده، كان عندنا بطولة في تونس، جيت مركز ثالث وجيت مركز ثاني في برضه في الريشه الطايره. يلا مركز ثالث جيت في الجروب بتاع البنات. مركز ثاني جينا في الميكس انا ومعي لاعب اسمه عثمان.
طيب هنا برضو دي بطولة شكلها خارج السودان، الاتحاد العربي للريش الطائرة، البطولة تونس. العربية السادسة كانت في تونس. أيوة. كنت ذكرتها قبل شوية. أيوة. طيب أما بين الريش الطائرة وركوب الخيل والرياضات المختلفة، وين بتلقى ريان نفسها من البطولات دي كلها أو الألعاب؟ تلقى نفسك أكتر وين؟ أنا أكتر حاجة بحب الخيل طبعا، لكن برضو يعني أيام الريشة تمارين برا، أيام الخيل تمارين برا، يعني بوفق بين دودة، يعني بدي ده حقه وبدي ده حقه. في تشابه بيناتهم؟ لا ما في أي علاقة نهائي، ولا التمارين ولا التمارين الإعداد اللي بكون شخصي لك أنت، ما في تشابه بيناتهم؟ لا ما في تشابه، ما في حاجة مشابهة. طيب الفئات اللي كان مشاركة في البطولة، نرجع تاني لبطولة التقاط الأوتاد اللي كانت في سلطنة عمان، يعني الفئات اللي كانت مشاركة من البنات أعمارهم كم؟ والله في جنوب أفريقيا ديل، لكن ما شاء الله يعني ناس كبار، كبار في العمر. أنت 23 سنة؟ أي. طيب يعني جنوب أفريقيا ديل فيهم 80 سنة عادي، يعني هم عندهم فالرياضة، يعني هم الناس ديل بيكونوا بعدين من بدري، فعادي يعني انه كون عمره 8 تشارك فحاجة عادية عندهم هم بالنسبة لهم. أستراليا برضو أعمالهم كبيرة، يمكن المصريين صغار، المصريين يعني قدرنا كده وأكبر يعني لعبتوا مع ناس يفوقوكم خبرة. طبعا جنوب أفريقيا ديل بيلعبوا لهم 40 سنة. طيب انت كأهل الفريق السوداني اللي مش ممثل هناك كده، عرفينا عليه برضو الناس اللي مشوا معاكم من هنا. الفارسة لينا الحارس، والفارسة وعد، والفارسة إشراقة، ورئيس الوفد بتاعنا رأفت عبد الرحمن بلا كان معانا برضو قاضي. طيب كيف كنتوا بتجهزوا للمشاركة يعني من بدري، كيف كانت الإعدادات والتجهيزات بالنسبة لكم؟ والله بدينا تمارين قبل شهرين، الدعوة جاتنا قبل شهرين. أول ما جات الدعوة أخبرونا إنه في بطولة بعد شهرين، إنه في سلطنة عمان وكده، ابتدى التجهيزات والتمارين الحمد لله. طيب صدى المشاركة هناك شنو كان في مسقط، يعني من السودانيين اللي كانوا موجودين أو من المشاركين التانيين بالنسبة لكم أنتم؟ والله كان في جالية سودانية يعني ديل شجعونا، وإحنا لما رجعنا برضو رسلنا شكر وكده، يعني مبسوطين من اللعب حقنا وكده، وحتى زارونا في الفندق وجابوا لنا هدايا. ممتاز ممتاز. طيب وانتم جايين راجعين اللي هنا أسركم استقبلتكم بالتأكيد بالفرح وما شابه، لكن شنو الشعور برضو للمتسابق أو الفارس لما يفوز ويحرز ميدالية ويجي للسودان تاني؟ هل الطموح بتاعه بيكبر؟ بيكون عنده فكرة للمشاركة في البطولات أكثر، إعداد أكثر؟ طبعا يعني كون وانت تشارك في منافسة خارجية وتشيل ميدالية دي حاجة كبيرة بالنسبة لك، يعني الفرحة دي ما يعني ما بتتغدر، يعني انت بتحس بالجهد اللي انت بذلته، ويعني ربنا وفقك فيه ان شاء الله الجاي يعني مركز ان شاء الله يا رب. طيب فكرتك شنو المسابقات القادمة انت والنادي هنا بتفكروا كيف لقدام؟ والله هو يعني هم بيفكروا انه انت متوتره شويه كده، زول بيركب حصان كده بخاف. طيب ريان نحن شاكرين لك، لكن ختاما عاوزينك تقدمي مناشده او حاجه انت حابه انه والله الناس تقفوا معاكم في المسابقات المختلفه لركوب الخيل، وشنو محتاجينه عشان ما تتطوروا وتمشوا لقدام؟ والله بس الناقص شنو؟ الناقص بس انه محتاجين خيل نتمرن بها، يعني تمارين يعني مثلا حددوا لنا ايام معينه نتمرن في ايام معينه، يعني ما نجي تمرين نتمرن تمرين وتمرين يوم ما نتمرن. اعداد جيد، اعداد جيد. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. شكرا لك ريان ابراهيم المتسابقه او الفارس السوداني الحاصله على المركز الثالث بمسابقه التقاط الاوتاد اللي كانت كانت بعمان سلطنة عمان. شكرا جزيلا لك، وفاصل قصير من ثم نعود، خليكم معنا.
عدنا لكم من جديد متابعي الصباحات السودانية في كل مكان، ونذهب بكم إلى تقرير مهم ومفيد حول فائدة القرنفل غذاء ودواء، والتحية أيضا كذلك لكاتب القرنفلات أيمن كمون زميلنا، ونذهب لكن نتابع تقريبا ثمان وقت. القرنفل هو نبات عطري له عقد كعقد الريحان، وهو من الأعشاب المعمرة، إلا أنه يفضل تجديد زراعته سنوياً ليعطي أزهاراً كثيرة وقوية ذات ألوان جاذبة. يعتبر القرنفل من الأعشاب والتوابل التي تضفي نكهة على الطعام، ويتمتع القرنفل بأهمية كبيرة في مجال الطب البديل أيضاً. يحتوي القرنفل على نسبة عالية من المعادن بما فيها الحديد والمغنيسيوم والفسفور والصوديوم والكالسيوم وحمض الهيدروكلوريك والبوتاسيوم وفيتامين كي وسي وإي، كما أنها غنية بالمنجنيز. ومن فوائده يستخدم القرنفل لعلاج وتسكين آلام الأسنان، ويستخدم لمشاكل الهضم مثل الانتفاخ، ويعالج حب الشباب والالتهابات الجلدية ولدغات الحشرات، ويستخدم لعلاج آلام الحلق ومنقي للدم، ويستخدم لعلاج آلام الحلق ومنقي للدم، ويساعد على استقرار مستويات السكر في الدم وتحفيز الدورة الدموية، مما ينشط العقل ويساعد على التركيز ويمنع الأرق والاكتئاب، ويخفف من حالات البرد والتهاب الشعب الهوائية وانسداد الجيوب الأنفية وعلاج السعال والربو. يساعد القرنفل للتخفيف من انتفاخات وغازات المعدة، ويعالج القروح الهضمية، ويقلل من الغثيان والدوار. يساعد زيت القرنفل في الوقاية من السرطان، وخاصة سرطان الرئة والجهاز الهضمي. شاهر إنسان عيني كاذب
يغرق في ما خدك هزايه. من رأيت ما أحيك يلبي نظرتها بني عامي. يا بدور سألك يا وبليش أخوك نافر وجه القمر سافير ضوي شعاع نور وافي. يا بدور سألك يا وب يا سلام يا سلام. شكرا لك فنان احمد بركات، مرحب بك صباح النور. شكرا برضو لنقول الشباب استاذتنا الكرام موجودين معنا صدقكم. صباح الخير ان شاء الله. صباحكم نور وصباحك خير. صباح الخير عليك مير، وصباح الخير على كل السودان خارج، كل السودانيين خارج السودان داخل السودان، قول لهم صباح الخير. وبصبي على امي وابوي أقول لهم صباح الخير عليكم. يعني صباح النور عليهم وعلى كل الناس في كل مكان. أحمد مرحب بك. وأحمد يمكن مشاركاتك كثيرة جدا في الفترة الأخيرة، ما شاء الله متقدم من نجاح لنجاح الحمد لله. لكن نقيف من المرحلة دي نمشي لقدام، وين أحمد بركات الآن من الساحة الفنية وشنو بيعمل؟ والله الفترة الجاية دي أنا فترة بتاعت تركيز أكثر في الغناء الخاص وفترة يعني بتاعت يعني ضب بفتش في نفسه بيشوف الحاجات اللي عاوز يقدمها. يعني احتمال انا اكون تخطيت شكل الفنان اللي عاوز اكونه وكده. فكل مره الانسان بيفكر انه يخط خطه جديده، يعمل شكل جديد للحاجات المهم يعني. فالفتره اللي فاتت دي انا كنت يعني مشغول بالحياه دي كثير. طيب ذكرت حاجه انه الفنان بيرتب، كيف بيرتب الفنان؟ بيعمل شنو؟ بيبدا يفتش عن نصوص معينه، بيبدا يحسن في مهاراته الصوتيه، كيف؟ طبعا طبعا بالنسبه للنصوص طبعا هو فنان دائما بيكون باحث يعني، وبيفتش في النصوص الجميله او النصوص اللي بتشبهه دي اول حاجه. بعدين بيفتش الحاجات اللي يعني اللي بتكون الالحان برضو اللي بتشبهه، يعني النص زائد اللحن زائد الغنى. بعد ذاك يعني احنا في زمن فيه الملتي ميديا وفيه الكده، بعد ذاك التصوير بتاع الحاجات بياتوا شكل فانا اكثر حاجه بتهمني انه انا يعني اظهر بشكل مختلف من باقي الناس يعني. طيب اختلافك ده كيف احيانا بتبدا انك تعمل له الكت بتاعك، يعني خلاص انا بديت اخذ لنفسي لونيه معينه واختلاف معين عن الباقيين، كيف الفنان بيعرف او الوقت اللي بيحدد انه والله المفروض انا اكون مختلف الان خلاص؟ بتعمل شنو؟ بتبدا تفكر كيف بالتجريب يعني، زول يجرب يشوف يعني. انا دائما بعمل الحاجه بجربها بوريها للي حواليا يعني وبشوفه. بعد ذلك بتلغين الحاجات بتوضح أكثر لقدام وبتبقى مختلفة يعني. بنلاحظ إنه في فنانين شباب بيبدوا يثقلوا الموهبة الفنية بتاعتهم بالموسيقى بأشكال مختلفة، بنلقاو عازف على أكثر من آلة. أنت بتعزف الآن على العود ما شاء الله وعازف مجيد يعني. التعامل برضو مع العود، وأنا لاحظت إنه دائما أنت في أغانيك الكثيرة جدا موجود وحاضر. طبعا العود من يعني بالنسبه لي انا العود اله اساسيه بالنسبه لي يعني، اله بحبها جدا واله ساعدتني كثير في حياتي الفنيه يعني. لو دار احفظ غنى بحفظ بالعود، لو عاوز يعني العود ساعدني كثير في حتى يعني غير الغنى السوداني، الغنى الغير سوداني حتى العود يعني ساعدني فيه وايد. صحيح. فعمل لي ملكات حلوه في الصوت يعني، عمل لي قوالب حلوه في الصوت، ف آلة يعني ما بتفارقني دائما بتكون معي يعني. بتتذكر أول أشياء بدأت تعزف عليها من العود أو أول أغاني تتذكرها؟ والله طبعا كانت أغاني كثيرة، المصير فنان الزري إبراهيم عوض لأسرته التحية، له التحية إن شاء الله. يعني كم أغنية كده كانت من الأغاني اللي أنا بحبها. طبعا هي دول بحب الأغاني
اللي بيحبها حيجي يعزفها في العود او في الاله اللي عاوز يتعلمها. انا عاوزين ادخلك في اختبار صعب كده من غير غنى، عاوزين نسمع منك حاجه كده من المصير تحس ذكرتها من غير غنى، عزف فقط. جدا يا ريت لو شباب الدوك يقعوا. احمد نمشي من هنا برضو لحته ثانيه اللي هي فكره التوزيع الموسيقي الان بقت عند الفنانين الشباب. احيانا بتلقاه هو ذات نفسه مشارك في التوزيع الموسيقي، بيحتاج بيجيب في حتات معينه وبيقول لي اخي انا عاوز كده انا ما عاوز كده، لحسه الموسيقي وثقافته الموسيقيه اللي عنده. وين انت من الحاجه دي؟ والله طبعا دائما بجيب مع الفرقه يعني عندي تصوري، لكن في حاجه كمان اقولها لك، يعني دائما الفرقه هي عندها بيكون التصور الكامل لشكل الموسيقى تمشي كيف تحت الاغنيه، يعني من السينيو من البدايه لحد القفل لحد كده. فمرات انا بحس بانه الفنان لو قال لهم اعملوا كده او سووا كده مرات ممكن، يعني والفنان ممكن يكون في ادائه كويس وجميل وكده، لكن بالنسبه للموسيقى دائما يعني انا بعزف، لكن يعني مثلا صار كردفاني بيعزف له 30 سنه، يعني بعد بيعود لي كم سنه، يعني بقول لك خلي العيش لخبازينه يعني دائما. فالموسيقى للموسيقيين ف يعني انا بقول لهم مرات ممكن اشارك بحاجه، انا عاوز مثلا البدايه بتاعت الاغنيه تكون كده، لكن باقي الشكل الموسيقي الترتيب الموسيقي بيكون هو تبعه يعني. طيب انا عاوز نسمع نموذج ثاني، نسمع منكم شنو؟ نسمع الوصيه. اسماعيل الحسن. الحسن ابراهيم محمد دفع الله. تحيه للاثنين. لوحدك ليه والناس نيام، وإن جاك يوم يصالحك وإن جاك يوم يصالحك والريح والكلام وعيعود حنينك وترد السلام. أوعي قلبي تنسى، أوعي قلبي تنسى في لحظة الوصية، لحظة الوصية أنا عارفك حنين، أنا عارفك حنين، أنا عارفك حنين بشمت علي. أوعي قلبي تنسى، أوعي قلبي تنسى، أوعي قلبي
تخونه والفايد غرامك وعك يوم قصونه حلفتك يا قلبي الخالك تخونه والفايد غرامك وعك يوم قصونه وزي ما بكت عيني سهر لي عيونه زي ما بك عيني سهر لي عيونه كيف الحب لقينا كيف الحب لقينا كيف الحب لقينا غير هم شيونه وعي قلبي تنسى وعي قلبي تنسى وعي قلبي عليك يا أحمد. هذا الحزن وهذا الشجن لإسماعيل حسن لم يكن نصيبه فقط بل كان نصيبنا كلنا. نحن شايفين التأثر بالنسبة للناس في الكنترول واضح جدا لثروت ولإبراهيم ولوثاب ولأحمد ولريان ولمهند ولأستاذنا موسى بالتأكيد. لكن نحن نرجع لكم تاني وعشان الحزن ده خلونا نطلع فاصل ونرجع من تاني. نمشي الفاصل. متواصلين معكم في صباحاتنا السودانية وحوارنا مع الفنان أحمد بركات. أحمد مرحبا بك من جديد وصباح الخير. مرحبا.
احمد يمكن بنلقى فيه ناس عليها علاقه بالموسيقى، خصوصا بقت حديثه الان موسيقى الميكس ما بين الافرو اسيوي، ما بين الافرو افرو، ما بين الافرو لاتيني امريكي، بنلقى فيه اختلاف كثير جدا وتقابل الموسيقى هي لغه عالميه. وين انت من الحاجات دي برضه؟ كان لك اعمال في الفتره الاخيره ضمن لي في الموضوع ده؟ والله عندي تجارب يعني، عندي تجارب فيها يعني، الشرقي مع السوداني، السوداني مع الاثيوبي يعني، بس حالي الفتره اللي فاتت كانت مثلا الموريتاني يعني، بسمع بهبش بعمل بالعود بالبيانو بكده بحاول، بس الحاجه دي شويه صعبه كده يعني، هم ممكن تكون عندنا في الدي جي ده سهله جدا، لكن بالنسبه للفنانين يعني ممكن تكون فيها نوع من الصعوبه. يعني بنلقى انه موسيقى الغابه والصحراء احيانا بتتقابل كثيره جدا ما بين شرق وسط افريقيا ما بين شمال افريقيا. انت ذكرت لي انك كنت في السنغال، كنت في موريتانيا. الموسيقى هناك نوعا ما متطوره جدا يعني، خصوصا الموسيقى المضافه للاغنيه ذات نفسها. بنلقى اللزمات شكلها مختلف، بنلقى اعتماد على الموسيقى المحليه ذات نفسها وتطويرها زي الطبو زي يعني التوارق زي الامازيغ، بنلقى عندهم موسيقى متطوره بتختلف. ايوه بتختلف يعني، مثلا كنت في اثيوبيا، من اثيوبيا مشيت موريتانيا، من شرق افريقيا لغرب افريقيا، اختلاف يعني غريب او اختلاف واضح مثلا، ممكن يكون يعني شكل الغنى هناك ممكن يكون سلم خماسي في مثلا شرق افريقيا كده يعني، في جزء من البلوز، في جزء من كده مثلا الثقافه الغربيه، اما غرب افريقيا ممكن تكون يعني احساس مختلف ثاني يعني، الموريتانيين بيغنوا بطريقه مختلفه عن طريقتنا هنا، مع انه شكل اللغه عربيه يعني بيتكلموا لغه عربيه لكن غناهم مختلف يعني، يضربوا لانغام مختلفه موسيقيه يعني. فدي ذات انا بفتكر من الحاجات اللي ممكن يعني تصغر الموهبه او تصغر السمع يعني، ان هذا ممكن اعمل له. طيب مفكر انك تعمل اعمال يعني تشبيك معهم في اعمال اعمالك القادمه؟ طبعا طبعا يعني عندنا يعني ان شاء الله، انا لقيت في سفرتي اللي فاتت تحيه لهم يعني، هم كانوا يسمعونا الفنانات بنات النانا، حوريه بنت النانا وفنانه موريتانيه عليا بنت النانا، هم دول اكثر فنانات يعني في في في, في موريتانيا، قدم لهم تحيه من هنا، عملوا لنا جلسه وغنوا لنا الغنى الموريتاني ونحن غنينا الغنى السوداني، كانت حاجه حلوه يعني، احتمال لقدام نحن عمل لنا اوبريت افريقي كبير يعني، يا سلام كون يعني ضامي كل فناني افريقي يعني، ف ده جزء من دورنا نحن كفنانين انه نحن نعمل الحاجه دي ونحن ساعين فيه يعني ان شاء الله. طيب احمد احنا شاكرين لك جدا، نورتنا كثير. شكرا. في صباحاتنا السودانيه، وحنسمع منك لحن ختامي اخير، حنسمع منك شنو؟ نصبح على عمنا علي ابراهيم اللحو، يا سلام، صباح الخير نقول له، واغني حاجه له أني لو مدام نسى العشرة اختار سوى أنا حبيب، غنيها له بالرمية بتاعته إن شاء الله ربنا تفضل ديوه الصحة والعافية. آمين يا رب. تفضل. سماكي أمس سماكي زي الطاجن الممسوح، واتكل سحابك زي سطور اللوح، وتحليت بيت طيبا عطور تفوح، وفيك منح الدعاء شاتا ترد الروح، شندي شندي مجناين جيناها وقت القيلة، وقضينا فيها اياما مضت يا حليله، لو كان الامور سهل التسهيل لابد من نصل بربر نبيت الليله،
قلت له يا المغرور ليه هالجفا والتعذيب قلت له يا المغرور ليه هالجفا والتعذيب كلام غريب وعجيب بدلوا الأحباب وصلوا المودة نصيب ما أعطنا صيلوا الطبيب يبدل حبيب بحبيب